الجزائر وعلى غرار دول العالم تعمل على تنفيذ استراتيجيات السكان والتنمية. فمنذ خطة العمل الدولية المتفق عليها بالقاهرة سنة 94-900 ألف، لم تتأخر الجزائر في تحسين الإطار الصحي للسكان. تقليص عدد الوفيات المزدوجة للأمهات والرضع أهم ما تراهن عليه الجزائر. لابد من الإصرار على الحد من وفيات الأم والطفل وحماية الرضع والمرأة الحامل، والتحسيس أكثر من أجل إنجاح كل برامج التلقيح. فيما يخص نسبة يعني وفيات الأمهات، يعني الجزائر عندنا سنويا 57.7 لـ100 ألف ولادة حية، وهنا الهدف تاعنا هو صفر وفيات، اللي هو الهدف الذي نصب إليه. اللقاء الوطني للسكان والتنمية استعرضت فيه ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر مدى احترام أهداف التنمية المسطرة، أهداف ترتبط برسم سياسات ناجعة تهتم بالساكنة. Aujourd'hui c'est un événement pour la restitution de tous les progrès que l'Algérie a fait sur les questions de population. المؤتمر المنعقد اليوم يذكر جميع التطورات التي قامت بها الجزائر فيما يخص مسألة السكان والتنمية. مديرية السكان بوزارة الصحة تقوم بحصيلة لكل التطورات اعتماداً على بعض التوصيات الناتجة عن مخطط العمل للمحاضرة الدولية للسكان والتنمية التي انعقدت في 1994، أين التزمت العديد من الدول بهذه التوصيات. الحد من وفيات الأمهات والرضع، التكفل بالمسنين وحماية الشباب من شتى عوامل الخطر، تحديات رفعتها الجزائر وتعمل على تأكيدها في قمة نيروبي حول السكان والتنمية المحددة في 12 نوفمبر بكينيا.